السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وأعزائنا طلابنا طلاب الثانوية العامة في الحلقة الخامسة من برنامجنا سكول أونلاين، وتكملة للمراجعة النهائية لمادة الفيزياء لغات لطلابنا. أبنائنا ربنا يبارك لكم، خلاص الامتحان إن شاء الله يوم السبت، وإن شاء الله برضو كالعادة إحنا محضرين ليكم النهاردة ماتيريال حلوة. بس طبعا قبل ما نبدأ أحب أرحب بأستاذنا مستر محمود عامر. أهلا وسهلا مستر محمود. اهلا بحضرتك يا مستر مجدي، ويا رب النهارده الحلقه تكون مفيده للطلاب يا رب ان باذن شاء الله. الله رب العالمين باذن الله. طلابنا النهارده باذن الله تعالى كالعاده احب بس اذكر ايه البرنامج اللي احنا عملناه، وايه اللي احنا ان شاء الله محضر لكم في الايام ديت بدأ من النهارده وكمان لسه اليومين اللي جايين. احنا خدنا لحد دلوقتي 4 حلقات. الحلقه الاولى اخدنا مراجعه للشابتر 1، ودايما الحلقه الثانيه من كل يوم بتبقى دي حل اسئله المنتل، حل الاسئله اللي بيقولوا عليها صعبه اللي بتيجي في الامتحانات اللي احنا بنسميها اسئله التفكير، الاسئله العليا بقى. فاحنا دايما عاملين كل يوم حلقتين، حلقه اللي هي بتبقى ساعه اللي هي من 10 ونص ل 11 ونص اللي احنا بنبداها دلوقتي، دي دايما بنبدا مراجعه شابتر معين، ودايما الحلقه الثانيه دي حلقه بقى ايه الفول مارك، دي بنجمع فيها اهم اسئله المنتل. فدي ان شاء الله النهارده يا مستر محمود هنبدا مراجعه شابتر مين؟ النهارده هنتكلم عن تشابتر 3 او الاندكشن بشكل عام. بالظبط كده. النهارده يا حبايبي هنبدا شابتر 3 الكترومغنتيك اندكشن. دايما للاسف في طلبه كتيره دايما بتخاف من الشابتر ده، مع ان الشابتر دوت بامانه من احلى الاجزاء في الفيزيكس كلها. كلها دماغ، يعني لو انت فهمت معنى الجمله، الديفينيشن ده معناه، الماثيماتيكال ريليشن دي معناها ايه، القانون ده معناه ايه، هتلاقي نفسك فعلا تقدر تطبق اي سؤال فيه. فعلشان كده احنا محضرين ليكو النهارده اهم الاسئله النظري المتكرره في هذا الباب. يلا نبدا كده نشوف يا ترى الباب ده كان بيتكلم على ايه. نفتكر مع بعض كده هو تشابتر 3 كان بيتكلم على ايه بكل الكونتنت الخاص بيه. يلا نسلم الله. شابتر 3 يا حبايبي كان بيتكلم على زي ما احنا شايفين عنوانه الرئيسي الالكترومغنتيك اندكشن، عباره عن انا ملخص فيه اهم 10 كونسبتس مرت علينا في هذا الباب، 10 مفاهيم رئيسيه. اول حاجه الالكترومغنتيك اندكشن، ايه معنى كلمه الكترومغنتيك اندكشن؟ انا امسك كل نقطه من دول ومستر محمود هيبدا، وانا ان شاء الله نبدا نوضح النقط دي كلها نسترجعها مع بعض. بعد كده في العالم فاراداي، فاراداي هو اللي اكتشف الظاهره ديت، فاكيد طلع لوز ورولز كتيره. فاول حاجه عندنا او تاني نقطه فاراديز لو. وبعدين جه في السكه بقى عمو لينز، طبعا طلع قاعده مهمه جدا وعليها تطبيقات هنذكركم بيها النهارده اللي هي لينز رول. وبعدين في قواعد طبعا اليد هنبدا النهارده نسترجعها مع بعض ونراجعها مع بعض، لان قواعد اليد من الاشياء المهمه قوي. فليمنج ليفت هاند رول، في هيرينج رايت هاند رول. وبعدين النقطة الخامسة اللي هي السيلف اندكشن فينومينا. والسيلف اندكشن فينومينا بيجي دايما لو جه في الامتحان هيجي لك حاجة من الخمس نقط اللي أنا حاططهم دول، ما يطلعش الامتحان بره. إما يسألك واتس مينت باي سيلف اندكشن فينومينا، يعني الظاهرة نفسها بتقول إيه؟ أو يسألك يا ترى إيه القانون اللي بنحسب بيه الانديوسد سيلف الكتروموتيف فورس، سواء في حالة الفورورد أو سواء في حالة الباكورد، وهنفهم إيه الفرق بينهم. وبعدين النقطة التالتة اللي هي الكوفيشنت أوف سيلف إندكشن والقانون بتاعها واليونت بتاعتها اللي هي الهنري، وآخر حاجة الفاكتورز أفكت السيلف إندكشن. النقطة السادسة اللي هي الميتشوال إندكشن بقى. سيلف إندكشن يبقى إيه يا مستر محمود؟ الميتشوال إندكشن. هنبدأ نعرف يعني إيه الميتشوال إندكشن فينومينا، برضو القانون بتاعها، يا ترى يحصل ايه في البرايمري فالسكندري يتكون ايه. وبعدين النقطة السابعة اللي هي الايدي كارنت، ورقم 8 اللي هي الدينامو بكل مكوناته، فانكشن ساينتفك ايديا والرولز بتاعته، وايه الموديفيكيشن اللي عملناها على الايسيك دينامو عشان نبدأ نوفر كل المتطلبات. رقم 9 اللي هو الترانسفورمر، واخيرا الموتور. 10 نقط. ال10 نقط دول ان شاء الله نرجع مع بعض هنا. ال10 نقط دول يا حبايبي اللي هو الالكتروماجنتيك اندكشن والسيلف اندكشن والميتشوال اندكشن والايدي كارنت والدينامو والترانسفورمر وهكذا، ان شاء الله هنغطيها على اهم الاسئله اللي بتيجي فيها. يلا نسمي الله كده ونبدا اول نوع سؤال، السؤال اللي ما بيخلاش منه. لازم تكون حافظ نظري كويس.
احنا دايما في الحصه الاولى بنهتم باسئله النظر اللي بتيجي، الحصه الثانيه ان شاء الله او الحلقه الثانيه هنبدا نهتم مع بعض بحل الاسئله المنت. يلا نشوف كده اول سؤال. واتس منت باي؟ احفظ تعريفك كويس، هيجي لك امتحان في الامتحان يجي اكتر من 8 واتس منت باي ما بين ديفينيشن واتس منت باي، هيجي لك، فلازم تكون حافظ تعريفك كويس. يلا نشوف كده اهم واتس منت باي. اول حاجه تقابلنا ايه؟ اول واحده عندنا، اول سؤال يقول لنا واتس منت باي ذا سيلف اندكشن اوف ا كويل، ذا سيلف اندكشن كوفيشنت اوف ا كويل ايكوال 0.5 هنري. السؤال ده مهم قوي ومتكرر في الامتحانات. ايه معنى ان الكوفيشنت اوف سيلف اندكشن 0.5 هنري؟ مستر محمود اتفضل. ممتاز جدا. لو هنتكلم على سيلف اندكشن كوفيشن، الديفينيشن بيجي من الرول، فيا ريت نبص مع بعض. يبقى انا عشان اعرف السيلف اندكشن او السيلف اندكتنس اوف ا كويل لازم اشوف الرول اوف ذا سيلف اندكشن. الرول بتقول لي اي ام اف ايكوال ال دلتا اي اوفر دلتا تي او نيجاتيف ال لو هنتكلم على لينز رول. فانا دلوقتي بيقول لي ان السيلف اندكشن كوفيشن ايكوال 0.8 هنري. هعرفها ازاي؟ هعرفها من الرول، هقول ات مينز ذات ذا انديوزد اي ام اف بروديوزد ذا انديوزد اي ام اف بروديوزد ان ذا كويل which is produced in the coil due to the due change to change of magnet of current intensity due to the rate of change of the current intensity by rate 1 استاذنك لسه هنحط الخط تحت كلمه ريت لان طلبه كتيره بتنساها قوي دي، لازم نقول ريت لان هنقول امبير بير سكند. ممتاز جدا يا سلامك، دي فعلا حاجه مهمه جدا. يبقى هنقول باي ريت 1 امبير بير سكند ايكوال 0.8 فولت. بالظبط كده، شكرا يا مستر محمود. تاني واحده بقى هناخد حاجه اسمها، نرجع للسؤال كده. تاني فقره بنكمل الواتس منت باي، بنقول ذا افشنسي اوف ترانسفورمر ايكوال 80%. ايه معنى كلمه ان الافشنسي اوف ترانسفورمر ايكوال 80%؟ فنرجع كده مع السؤال مع بعض. لما يجي يقول لي واتس منت باي ذا كوفيشنت اوف ميتشوال سوري ذا افشنسي اوف ترانسفورمر 80%، يبقى لازم نيجي نقول كده ذا ريشيو بتوين ذا سكندري باور او ذا باور اوف سكندري كويل تو ذا، يبقى تاني معلش كده تاني، the efficiency of transformer equal 80%، يبقى نقول له كده the ratio between the power of secondary coil and the power of primary coil equal 80%. يبقى لازم يكون الباور بتاع السكندري over الباور بتاع البرايمري، لان كلنا عارفين ان الترانسفورمر بيبقى برايمري كويل وسكندري كويل، كل واحد ليه بيبقى باور. لما باجي اجيب الافشنسي اوعى تنسى الترتيب اهم حاجه، يبقى الباور اوف سكندري ديفايدد باي الباور اوف برايمري ايكوال 80%، او ممكن نقولها ديسيمال نقول 0.8. طيب السؤال الثالث مستر محمود، لما يجي يقول لي الميتشوال اندكشن كوفيشنت ايكوال 0.8 هنري، الميتشوال اندكشن كوفيشنت. ممتاز، هنقدر نجيبها برضو من القانون. لو هنتكلم عن الاي ام اف في حاله الميتشوال اندكشن، يبقى هقول اي ام اف بروديوسد ان ذا سكندري كويل ام ريت اوف تشينج ان ذا كرنت ان ذا برايمري كويل، يبقى دي لازم ناخد بالنا منها. يبقى انا حتى لما اجي اكتب الديفينيشن اخد بالي من الجمل دي، هقول ات مينز ذات ذا انديوسد اي ام اف ان سكندري كويل، يبقى هنا هتفرق معايا due to rate of a change of current intensity in primary coil equal نحط 0.8 برضو نفس الكلام فولت.
لازم دايما نعود باليونت على الكلمه الاولى اللي بدانا بيها الديفينيشن. تمام؟ equals 0.8 فولت. اوكي، يبقى خلي بالكم يا جماعه، يبقى دايما الديفينيشن بيجي من الرولز. لو انت حافظ الرولز هتقدر تطلع الديفينيشن بشكل كبير جدا، وكمان تقدر تطلع الفاكتورز والاسئله اللي نبدا ندرب عليها. في بعد كده تعريف الهنري، واتس مينت باي هنري. لما يجي يقول لك واتس مينت باي هنري، الهنري دي بتاعت مين؟ ايوه، السيلف اندكشن كوفيشنت. يبقى اول كلمه دايما في انطلاق التعريف هنا، اي يونت لما بيجي نعرفها بنبدا بالكوانتيتي بتاعتها. خدها قاعده في الفيزياء، واكيد انتم متدربين. اي يونت بنيجي نعمل لها ديفينيشن بنبدا دايما بالكوانتيتي بتاعتها. يعني لو انا عايز اقول واتس مينت باي اوم، اقول له كده اتس ذا الكتريك ريزيستنس، وبعدين بنكمل. واتس مينت باي فولت، اتس ذا بوتنشال ديفرنس، وبعدين اكيد في تكمله. دلوقتي هنري، يبقى اقول اول كلمه في التعريف اتس ذا سيلف اندكتنس اوف ا كويل. وخدها قاعده، مفيش في المنهج على فكره التعريف اللي بدايته كلمه سيلف اندكتنس اوف ا كويل. اول ما تلاقيه، تخيل جالك ساينتفك تيرم، اول ما الاقي كلمه كده سيلف اندكتنس اوف ا كويل، مش محتاج تكمل، قول هنري كده وانت مغمض، اطمن. لكن احنا دلوقتي للاسف عاوز مننا كتابه، اكتب ايه عشان اخد الدرجه بقى؟ ديفاين، اقول له كده اتس ذا سيلف اندكتنس اوف ا كويل، وبعدين بقى نقول له وين. وين ايه بقى؟ الاي ام اف انديوزد تبقى 1 فولت ديو تو ايه بقى؟ ديو تو ذا كرنت انتنسيتي تشينجز باي ريت اوف 1 امبير بير سكند. اوكي؟ تمام. نيجي بعد كده للفقره اللي بعد كده، واتس مينت باي افكتيف فاليو. افكتيف فاليو، افكتيف فاليو اوف الترنيتنج كرنت. السؤال ده مهم قوي يا شباب وبيجي كتير في الامتحانات. واتس مينت باي افكتيف فاليو اوف الترنيتنج كرنت. خليكم معايا هنا هعرفه، لانه ده تعريف مهم جدا. الالترنيتنج كرنت بيبقى طبعا كلنا عارفين اي كرنت بيعمل ثيرمال افكت. اي كرنت بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل ثيرمال افكت. فبالتالي لما يجي يقول لي واتس مينت باي افكتيف فاليو اوف الترنيتنج كرنت، بنيجي نعمل ايه؟ طبعا لو انا عندي كوندكتور، اتخيلوا مثلا دلوقتي عندي كوندكتور واير مثلا ريزيستنس، مررت فيها الترنيت كرنت، اكيد الواير ده بعد شويه او الديفايس ده بعد شويه هي ايه؟ صح كده؟ هيحصل له ثيرمال افكت. مظبوط كده ولا لا؟ طيب نعمل ايه بقى؟ يا ترى مين الفاليو بتاعت الالترنيتنج كرنت اللي سببت الثيرمال افكت دي؟ يا ترى اي واحده؟ ايه ده؟ كلنا عارفين ان الالترنيت كرنت بيبدا من زيرو وبعدين يوصل ماكسيمم ويقعد يقل تاني، يعني يا ترى مين القيمه دي بقى؟ القيمه اللي بتسبب الهيتنج هي دي الافكتيف فاليو. خدها قاعده، يبقى الافكتيف فاليو دي قيمه الالترنيتنج كرنت اللي بتسبب السخونيه بالظبط. طب عرفناها ازاي؟ عرفناها بطريقه سهله قوي، ان احنا جبنا دي سي كرنت يعمل كوز لنفس الثيرمال افكت. فعلشان كده لما نيجي نعرف الافكتيف فاليو اوف الترنيت كرنت نقول كده اتس ذا فاليو اوف دي سي كرنت ذات كوز ذا ثيرمال باور ان ذا سيم كوندكتور. ان ذا سيم كوندكتور، اوعى ننسى دي، ان ذا سيم كوندكتور كوزد باي ذا الترنيتنج كرنت. التعريف نقول كده اتس ذا فاليو اوف دي سي كرنت ذات كوز ذا سيم باور او ثيرمال باور in the same conductor caused by the alternating current. هو ده تعريف ال effective value of alternating current. مستر محمود، بعد كده هنبدا نخش على التعريف اللي بعد كده اللي هو الالكترومغنتيك اندكشن. اتفضل يا مستر محمود. الكترومغنتيك اندكشن فينومينا هنقدر نتكلم عنها، نقول it is a phenomena where induced EMF generated in a coil due to the rate of change of the magnetic flux which are linked by the coil or cut by the coil. يبقى ممكن نقولها ونكتبها، نقول نقدر نقول it is phenomena of generating of induced EMF in a coil. لا لا لا. Due to rate of magnetic
flux linked أو cut by the coil. تمام، ده كده الالكتروماجنتيك اندكشن فينومينا. طيب لو قلنا بقى عايزين نعمل كده، بص خليكم معايا يا حبايبي هنا. تمام، الالكتروماجنتيك اندكشن احنا عندنا ثلاث انواع، الظاهره العامه والسلك. بص يا حبايبي، دايما الطالب لما يذاكر المنهج كله، الباب طبعا الباب دايما بيقطع المعلومه. الطالب بقى الجميل بقى، الذكاء بقى يا حبايبي، لما المعلومه تذاكرها انديفيدوال ازاي بعد كده تربطها. بمعنى انت عندك حاجه اسمها الكتروماجنتيك اندكشن، وبعد كام صفحه في الكتاب في الباب دوت في حاجه اسمها سيلف الكتروماجنتيك اندكشن، وبعد كام صفحه في حاجه اسمها ميتشوال الكتروماجنتيك اندكشن. انتوا هتلخبطونا ليه؟ انا بتكلم بلسانك دلوقتي. احنا عايزين دلوقتي افك لكم الفرق اللي بينهم. ايه رايكم ان هم كلهم حاله واحده؟ يعتبر كلهم يعتبروا اصل كلهم الكتروماجنتيك اندكشن. طب الفروقات اللي بينهم ليه بقى هو ثلاثه؟ انت ثلاثه ليه؟ لان السبب في سبب الظاهره يختلف. يعني السبب السبيسيفيك ريزن بتاع كل واحد فيهم يختلف، لكن الجنرال ريجن واحد. ايه الكلام اللي انا قاعد اقوله ده؟ يعني اي الكتروماجنتيك اندكشن ده معناه ان في كارنت بيتولد نتيجه الفاريشن في الماجنتيك فلكس. خد قاعده كده يا حبيبي، الكتروماجنتيك اندكشن معناها ان في انديوسد الكتروموتيف فورس ديو تو فاريشن ان ماجنتيك فلكس. ده كده السبب العام لاي انديوسد اي ام اف. ولكن في كل حاله من الثلاثه، اقصد الالكتروماجنتيك اندكشن والسيلف الكتروماجنتيك اندكشن والميتشوال الكتروماجنتيك اندكشن، في بقى سبيسيفيك ريزون بيختلف من كيس لكيس. ومن هنا عشان كده بقوا ثلاثه. تعالوا بقى شوفوني هعرفها لكم ازاي. الالكتروماجنتيك اندكشن ان جنرال ده معناها كده producing of induced EM activity. Induced EMF. Producing of induced EMF due to the variation in the magnetic flux that induced the coil. طب السيلف اندكشن، انت نقول سيلف الكترومغنتيك اندكشن. نفس الكلام، البدايه واحده، خدها قاعده، البدايه واحده. The producing of induced electromotive force. بس هنا بقى هو ده اللي بقول عليه، اللي specific reason يفرق. In the coil itself due to the change in the current passing through the coil. اجيبها من الشمال لليمين، يعني لما يكون عندي coil ماشي فيه current، غيرنا الكرنت اللي ماشي في الكويل، ايه اللي يحصل؟ يتولد induced EMF في الكويل نفسه، عشان كده سموها سيلف، لانه بيحصل في نفس الكويل. طب الميتشوال امتى نقول عليه ميتشوال؟ لما يكون عندي اثنين كويل، ميتشوال فريند، الفيسبوك يقول لك ميتشوال فريند، يعني اصدقاء مع بعض متبادله. بيبقى عندي كويل A وكويل B، برايمري كويل وسكندري كويل، برايمري كويل بعمل تشينج في الكرنت فيه، فبسبب صاحبه خلى صاحبه زيه، فصاحبه اللي هو السكندري هيحصل له ايه؟ هيتولد فيه induced EMF. فعلشان كده بص التعريف بيجي ازاي؟ producing of induced EMF بس in the secondary coil due to a due to the change in the current path in the a in the primary coil. يبقى كلهم متفقين ان producing of induced، ولكن السبب يختلف. في الاولى variation in the magnetic flux that induced coil، هنا نقول induced EMF produced in the coil itself due to the change passing through it. في الميتشوال اندكشن برضه نفس الكلام، produced EMF in the secondary coil due to the change in the current path in the primary coil. جميلة اهي، يبقى التلاتة دلوقتي هو ده التعريف التلاتة. نيجي للفرق اللي بعد كده، تعريف فارادي سلو ان الكتروماجنتيك اندكشن. مستر محمود السؤال ده متكرر قوي، بيحبوه قوي السنوات الاخيره، كل شويه يجي في الترايرز ويجي في الفاينل. ايه بقى معنى فاراداي سلو ان الكتروماجنتيك اندكشن؟ مستر محمود هيوضحها لنا بالقانون، اتفضل يا باشا. جميل جدا، من اهم اسئله الفيزيال ديفينيشنز، وبالذات من احسن الحاجات ان الديفينيشنز غالبا بيجي جزء كبير منها من القانون بتاعها. فطالما انت بتقول لي عرف لي فاراديز رول
هقول لك يبقى اول حاجه تعالوا نكتب الرول الاي ام اف ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. ممتاز. فانا لما هاجي اعرف القانون هعرف الرول دي هبتدي من القانون هقول ايه the induced EMF اول حاجة قابلتني في القانون ال induced EMF in a coil او produced in a coil مالها is directly proportional is direct proportional with حاجتين with mean number of turns of coil يبقى دي كده واحد حط عليها واحد يا بس يا محمود لان ممكن نحولها لفاكتورز يبقى اول حاجه ان ذا نمبر اوف كويل تيرنز تاني حاجه اند ويز تاني واحده ذا ريت ويز ذا ريت اي حاجه على تايم نقول عليها ريت اوف تشينج اوف ماجنتيك فلوكس كات ذا كويل او اكت اون ذا كويل استاذنك ممكن نزود واحده كمان فاكتور ثالث حتى لو الطالب ضافه مهم قوي برضه اللي هو الريلاتيف فيلوسيتي بتوين الكويل اند ماجنت اند حتى لو هي ايفن حتى لو هي مش موجوده جوه الماثماتيكال ريليشن لانه اثبتها عمليا في التجارب بتاعته تمام بيسموها الريلاتيف فيلوسيتي بتوين ماشي يا شباب يبقى لما يجي يقول لك وات سيمنت باي فاراداي سلو هتقول له كده the induced EMF is directly proportional with the number of turns عد على صوابعك the number of turns والrate of the change in magnetic flux ثلاثة الريلاتيف جميل قوي دوت وده ممكن ده سؤال ممكن يحطه لك في اللي تشوز الريلاتيف velocity between the magnet and the coil تمام نيجي بقى بعد كده على تعريف لينز رول تعريف مشهور جدا لينز رول وفي تعريف كمان ناخدهم من الاثنين مع بعض في ثلاثة ورا بعض كده عايزين نخلصهم لينز رول وفليمنج رايت هاند رول وايدي كارنت يلا نحطهم كده فوق بعض كده يا مستر محمود كانه تعريفهم مره واحده اتفضل يا مستر محمود لينز رول وفليمنج رايت هاند رول وايدي كارنت نخلص من الثلاثة مرة واحدة رايت هاند رول و ايدي كارنت ادي له كارنت كلام جميل طب تعالوا نمسك كل واحده منهم نتكلم عنها اول حاجه لينز رول لينز رول كان بيقول لي ايه بيقول لي ذا induced current in a coil work in a direction oppose the change that causes Oppose that change that cause it. That cause it. تمام تسلم يا مستر محمود الثانية بقى فليمنج رايت هاند رول لو هنتكلم عنها هقول it is نبدأ نقول used على طول رول used to determine direction of induced current in a straight wire moves inside magnetic field تسلم يا مستر محمود الثالثه بقى اديله current ايه معنى كلمه ايدي current فيلد هنقول it is a current induced ده بيبقى عبارة عن current induced in an iron core أو iron cylinder affected by changeable magnetic field اللي كلمة changeable magnetic field مش شرط يبقى AC current ما ممكن أعمل أي cause أعمل بيه changeable magnetic field أهم حاجة لازم يكون magnetic field changeable تمام شكرا جدا يا مستر محمود
نرجع كده ونكمل. بص يا حبايبي احنا كده لما على فكره التعريف، فهم التعريف والديفينيشنز والساينتفك تيرم والرولز، كانك تقدر تتمكن اي سؤال بعد كده سهل، لان كل الاسئله بيزد على الديفينيشنز والرولز. اي سؤال جاي بعد كده بيزد على اللي احنا قاعدين نقوله ده، لازم تكون متمكن من الديفينيشنز وفاهم كل ديفينيشن معناه ايه. فنيجي بعد كده سؤال بقى فعلا مش عارف انا حاسس بيه قوي، متكرر كده جدا وبقاله فتره بيني وبينك ما بيتكررش، اسمه ايه بقى؟ نرجع كده للسؤال عشان عينكم تشوفوه. الكوميوتيتور ان دينامو وكوميوتيتور ان موتور، دول مش شرط يجوا ديفينيشن بس انا حبيت احطهم هنا في الاول. كوميوتيتور ان دينامو وكوميوتيتور ان موتور، خليكم بقى معايا. الكوميوتيتور سؤال مهم جدا، ايه هو الكوميوتيتور الاول وايه الرول بتاعه في الدينامو وايه الرول بتاعه في الموتور؟ اولا الكوميوتيتور كلنا عارفين ان الدينامو اللي هو اول دينامو اتصنع او اخترع كان بيسموه اي سي دينامو او اي سي الكتريك جينيريتور. عمل ايه دوت؟ كان بيعمل بروديوس لالترنيتنج كارنت، وكلنا عارفين الالترنيتنج كارنت بيبقى تشينجبل ان بوث ماجنيتيود اند دايركشن، بيبقى دايما هاف ويف في البوزيتيف دايركشن والهاف ويف الثاني في النيجاتيف دايركشن، ولكن دايما الحاجه ام الاختراع. فجينا عملنا موديفيكيشن على الاي سي كارنت، عملنا ايه؟ استبدلنا تو رينجز، تو ميتاليك رينجز، طبعا لازم تكون مذاكر اي كلمه اقولها لازم اعرف معناها رايحه فين. استبدلنا عملنا ريبليسمنت للتو ميتاليك رينجز باي وان سلندر ديفايدد انتو تو هافز ايزوليتد هافز. البتاع دوت هو ده الكوميوتيتور. يعني الكوميوتيتور او الكوميوتيتور هو ده، هو السلندر اللي اتقسمت نصين معزولين عن بعض، بيسموها كده باللغه العربيه اسطوانه مشقوقه، مشقوقه لنصفين معزولين. احنا بص في الانجليزي بنقول ايه كلمه كوميوتيتور، باللغه العربيه يقولوها كده اسطوانه مشقوقه لنصفين معزولين. اسطوانه يعني سلندر، ديفايدد انتو تو هافز مشقوقه لنصفين، ايزوليتد يعني معزولين. هو ده الكوميوتيتور. عمل ايه اخونا الكوميوتيتور ده في الدينامو؟ عمل كونفيرت الاي سي ليوني دايركشنال كارنت. يعني ايه يوني دايركشنال كارنت؟ يعني هاف ذا سيم دايركشن بات ستيل تشينجبل ماجنتيود، باعتبار انا مستخدم وان كويل. وبعدين استخدمنا بقى عملنا موديفيكيشن نمبر 2، يعني في الدينامو عملنا 2 موديفيكيشن. ده الموديفيكيشن الاول اللي انا بس سبت الكويل وان كويل وبعدين شلت التو رينجز وحطيت بدلهم الكوميوتيتور، فاصبح الكارنت بيسموه يوني دايركشنال كارنت اللي هو بيبقى كده بس كله في الموجه، ومستر محمود هيرسمهم بعد شويه. طيب التعديل الثاني في الدينامو في الكوميوتيتور، عملنا حاجتين في وقت واحد، استخدمنا الكوميوتيتور، واول بقول لك كلمه كوميوتيتور يعني شلنا التو رينجز واستخدمنا سلندر. وبس عملنا ايه بحركه جميله قوي؟ استخدمنا ميني كويلز بتوين ذم سمول انجلز، والكوميوتيتور في الحاله دي از ديفايدد انتو بيسز ايكوال توايس اوف ذا نمبر اوف ذا يوزد كويلز. يعني عملنا حاجتين كده. طب يا ترى الكرنت اللي حصلنا عليه اصبح ايه؟ اصبح برضو يوني دايركشنال كرنت، بس بقى المفاجاه بقى نيرلي كونستنت فاليو، وبيبقى ليه رسمه معينه مستر محمود هيرسمها لنا دلوقتي. ده كده دور الكوميوتيتور في الدينامو، عمل حاجتين ممكن تتكلم في الجملتين ولازم تعرف الحاجتين. عاوز هو واحده بس هناخدها في التصحيح، طب عايزين الاثنين يبقى انت كده في الامان، احفظ كله، اكتب كل حاجه عارفها. طيب الكوميوتيتور بقى ايه دوره في الموتور؟ حاجه تانية خالص، هو نفس الشكل سلندر divided into two halves isolated، بس وظيفته في الموتور حاجه تانية خالص، مستر محمود هيوضحها. ايه بقى وظيفه الكوميوتيتور في الموتور يا مستر محمود؟ ممتاز. هو طبعا وظيفته في الموتور ان احنا بنقول ان احنا عايزين الموتور بيدور في اتجاه واحد، فهو وظيفته ان هو بيعمل تشينج للدايركشن اوف ذا كرنت ايتش هاف سايكل تو كيب ذا موتور روتيت ان افيكسد دايركشن، عشان اخلي الموتور يدور في اتجاه واحد. تمام،
يبقى اذا استاذنك يا مستر محمود، لان احنا وعدنا ولادنا دلوقتي عايزين نرسم الثلاث انواع تيارات، الاي سي واليوني دايركشنال كارنت والثالث اللي هو اليوني دايركشن والالموست كونستنت فاليو. كلام جميل. يبقى لو هنوزعهم هنرسمها بالشكل ده. احنا لو هنتكلم عن اي سي كارنت عادي هيبقى اللي هو كارنت variable impulse intensity and direction. ده كده الاي سي. فهنلاحظ ان هو بيتحرك في اثنين دايركشن، بوزيتيف او نيجاتيف. بالنسبه للاي سي بلس كوميوتيتور هيبقى بالشكل ده. بس استاذنك يعني نكتب بين قوسين في الاي سي نسميه وان كويل، يعني باعتبار الشكل ده بيبقى وان كويل. وان كويل. طب لو انا استخدمت اي سي زائد كوميوتيتور ويوزنج ميني كويلز بالظبط، هي الميزه يا مستر مجدي ان الاثنين موديفيكيشن اللي احنا عملناهم في الداينامو برضو عملناهم في الموتور، بس الاسباب مختلفه. الاسباب تختلف. ميني كويلز. هنا هنتكلم نيلي فيكسد ان انتنستي، بس طبعا ما انساش عشان ما نقص الدرجه ان انا ارسم الاثنين فاريبلز اللي خاصين بالجريف طبعا. ولو كان ثيتا يا مستر محمود هيبقى زيرو، وبعدين النقطه اللي وراها 180 لان يعني في طبعا خساره وكتابه 90. هي دي تمام. زيرو 180 to 170 اللي هي الساين كيرف. تمام، شكرا يا مستر محمود. نيجي بعد كده يا حبايبي هنخش على ملخص اهم القوانين الماثماتيكال ريليشن. اول ما يقول لك رايت ذا ماثماتيكال ريليشن، بعض الطلبه للاسف بتقعد تكتب الدايركت والانفيرس ومش عارف. غلط يا حبايبي. اول ما يقول لك رايت ذا ماثماتيكال ريليشن يعني كده طالب الرول، تكتب الرول، تكتب الرول. رايت ذا ماثماتيكال ريليشن اوف في اومز لو، تقول له كده في ايكوال اي ار. رايت ذا ماثماتيكال ريليشن اوف كوفيشنت اوف سيلف اندكشن اوف كويل، تقول له ال ايكوال مان باور 2 اوفر ال سولينويد، ميو اي ان باور 2 اوفر ال سولينويد. يبقى الاول بيقول لك رايت ذا ماثماتيكال ريليشن يعني طالب الرول. يلا نشوف، مجمع لكم كل الرولز اللي في الباب الثالث. احنا كده تجميعات، كل التعريفات وكل الرولز وكل الفاكتورز. يلا نشوف كده بسم الله. اهم الرولز عندنا هنا مستر محمود، السؤال الثاني بيقول لي رايت ذا ماثماتيكال ريليشن اوف، اول واحده الافرج انديوسد برودوسد ان كويل ذات انديوسد باي تشينجبل ماجنتيك فلكس اللي هو فاراديس لو. يبقى هنقول اي ام اف ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي، وهنقول ده 1. تسلم. نرجع للسؤال الثاني، ننقلهم كده عشان مستر محمود هيقعد بقى ايه يجاوبهم مره واحده. انديوس دي اي ام اف ان واير موفز بيربنديكولار تو ماجنتيك فلكس. رقم ثلاثه السيلف اندكشن، السيلف انديوس دي ام اف ان كويل ديو تو ذا تشينج ان ذا انتنستي باسنج ثرو ات، اللي هي بتاع الاي ام اف انديوس يا مستر محمود. رقم اربعه الكوفيشنت اوف سيلف اندكشن. يلا اتفضل يا مستر محمود. ممتاز. تاني واحد بيقول لي ذا انديوس اي ام اف ان واير فاون او موفينج بيربنديكولار تو ماجنتيك فيلد، ده مهم جدا. هقول له اي ام اف ايكوال نيجاتيف بي ال في، وما احطش ساين ثيتا لانه وضحها لهم على طول والنبي، وضحها لهم بعد اذنك، حط جنبها ساين 90. ساين 90. لو كتبنا ساين 90 تمام، لانه عملنا اعتبرنا ان هو حدد لي الانجل. تمام. لو ما كانش حددها كان ساعتها لازم اجبر ان انا اكتب الساين ثيتا. الثالثه نفس الكلام يا مستر محمود بس بتاعت السيلف اي ام اف. يبقى نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي. طب اسمعونا كويس، اسمعوني انا يا اولاد وبعدين تشوفوا مستر محمود بيكتب ايه. رقم اربعه كوفيشنت اوف سيلف اندكتنس اوف سولينويد. جميل. هنا ليه كذا قانون، ممكن اقول اي ام اف اوفر دلتا اي اوفر دلتا تي، لا اما الرول اللي احنا كلنا حافظينه اللي هو بيرميابيلتي اي ان سكوير اوفر ال سولينويد. في طلابنا جمال بيقولوا عليها مان باور 2 على ال سولينويد. مان، بصوا كده عليها مان، لما نرجع للقانون هتلاقوا شبه كانك بتكتب كلمه مان اهي اخر واحد خالص، مان باور 2 على ال سولينويد. ايوه في ناس بتحب تحفظ القانون بالكلمات كده.
رقم خمسة عندنا بقى يجي حاجة اسمها الميتشوال اندكشن كوفيشن. الميتشوال اندكشن كوفيشن والانستنتينيوس اي ام اف ان دينامو. رقم خمسة عشان بس يبقى الموضوع منظم. رقم خمسة يا مستر محمود الميتشوال اندكشن اي ام اف ان ذا سكندري كويل. تمام، هنقدر نوزعها بالشكل ده. هنقول ان هنا طبعا الاريا بتاعت 2 اللينس بتاع سيلنويد 1 هيبقى هنقول اي ام اف 2 دلتا اي 1 على دلتا تي. لا عذرا يا مستر محمود، هو عايز الميتشوال اي ام اف. الميتشوال اي ام اف مش الميتشوال كوفيشن. يبقى هقول اي ام اف 2 ايكوال ان دلتا ايكوال ام دلتا اي اوفر دلتا تي بس اوف ذا فيرست كويل. بس تمام، استاذنك نشطب بالراحه على اللي على الشمال ده. بس تمام كده. رقم ستة اسمعوا يا اولاد كويس، ومستر محمود بيكتب الاجابه. رقم ستة انستنتينيوس اي ام اف بريديوسد ان اي سي دينامو. اي ام اف انستنتينيوس ايكوال اي ام اف ماكس ساين ثيتا، والثيتا دي اللي ممكن نفكها ب 360 اف تي او ان تايم 360 حسب انا معايا ايه، هل تايم ولا معايا النمبر اوف. نرجع معايا هنا بقى عشان بحب انا القانون ده قوي، ما اعرفش انا بحبه قوي من ايام ما كنت اديكوا كده. قانون الدينامو، قانون الدينامو ما ينفعش تيجي يوم السبت الامتحان بدون ما تكون حافظ حبيبنا الدينامو، تكون مقطعه قطع كده، لانه فعلا ما فيش امتحان فيزياء اول ما بدات الفيزياء الا لما الدينامو ده لازم يجي كده ضيف جميل قوي كل سنه. الدينامو يا حبايبي كلنا عارفين ان الدينامو ده عباره عن الالكتريك جنريتور، ده عباره عن تشينج. كلنا عارفين الميكانيكال انرجي او ممكن نقول عليها الكينيتيك انرجي او الكينيتيك انرجي تو الكتريك انرجي، ده الفانكشن. يا ترى الساينتفك ايديا بتاعته ايه؟ طبعا كلنا عارفين الكترومغنتيك اندكشن. يا ترى ايه الكرنت اللي بيولده الاي سي دينامو؟ هو اسمه اي سي دينامو، هقول له اي سي كرنت، الترنيتنج كرنت. احنا بقى بنتكلم على الاي ام اف بتاعته بتساوي ايه؟ اي ام اف بتاعته بتساوي القانون بيتقال كده ان اي بي اوميجا ساين ثيتا. شايفين بنقول قد ايه؟ بص بص بامانه، بص خدته كام وقت. ايه رايكم لما اقول عليها نبوي ساين ثيتا، او بعضنا نقول عليها نباو او ابن اوميجا ساين ثيتا؟ جميله، ابن اوميجا ساين ثيتا، هتكتب نفس الحروف برضه. طب بقى اهم حاجه بقى مدلول كل رمز، الان النمبر اوف تيرمز، والاي اللي هي الاريا، والبي اللي هي الماجنتيك فلكس دينستي، والاوميجا دي اسمها انجولار فيلوسيتي. لازم تكون حافظ اسماء الرموز، ما ينفعش تحفظ قانون بس. والساين ثيتا اللي هي الانجل بتوين زي ما احنا عارفين النورمال تو كويل بلين اند 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 الماجنتيك فلكس دايركشن. وطبعا كلنا عارفين ان الاوميجا بتساوي في على ار، وبتساوي برضو 2 باي اف. خلي بالك من الالترناتيف شيبس اوف ذا القانون، يعني لازم تكون عارف البدائل بتاع شكل القانون. الثيتا بقى حبيبتنا الثيتا بتهيألي شبعنا منها قوي، الثيتا دايما بتساوي 360 اف تي، 360 اف تي او 360 تي على تي. بس التي على تي غير، التي فوق التي زمن اني تايم، لكن التي اللي تحت اسمه البريودك تايم. فخلي بالكم من البدائل بتاعت القوانين. طيب لو طلب مني الماكسيمم، الماكسيمم اي ام اف، نرجع كده للفقره اللي بعد كده رقم سبعه. احنا وصلنا لسبعه، في باقي ثلاثه، في باقي ثلاثة، آخر ثلاثة في القوانين. الماكسيمم اي ام اف، اتفضل يا مستر محمود. الماكسيمم اي ام اف اللي هي هتبقى زي ما قلنا، هتبقى زي ما مستر مجدي قال لنا اللي هي بنقول عليها النبوي ان اي اوميجا، والاوميجا اللي قلنا بنفكها ب 2 باي في الفريكونسي او 2 باي على البريودك تايم. واستاذنك نحط في على ار، لان القانون ده مهمل من طلبه كتير قوي. في على ار. والار دايما بتساوي نص الريديوس باعتبار هو نص الويدز، نص الويدز سوري، باعتباره باعتباره لو بيدور على الاكسس بتاع طبعا الايه؟ اللينس، اللينس على الاكسس بتاع الويدز. طيب رقم 8 نرجع للاسئله بعد اذنكم عشان نشوفها ومستر محمود هيجاوب. رقم 8 بنتكلم على الافكتيف فاليو اوف اي ام اف، ورقم 9 الافرج اي ام اف في الدينامو في الربع والنص والثلاث ارباع والفور سايكل. يلا يا مستر محمود اتفضل. الاي ام اف افكتيف بتساوي الاي ام اف ماكس تايم الساين 45، او اللي هي قلنا في كتير بيكتب 0.707، واللي هي ما يوازي ساين 45 او 1 على روت 2، اللي هي صيغ كتيره تتكتب. طيب بيها ورقه جديده بقى عشان عيله الافريج.
دي ورقه عايزه ورقه جديده، هي سهله بس طبعا عيله، لان لو قال لك ربع سايكل نص سايكل هما الاثنين زي بعض، لكن ثلاث ارباع سايكل حاجه والفور سايكل حاجه، وكل قانون ليه اكثر من شيب. اوعى تنسى القوانين ديت. اتفضل يا مستر محمود. الافرج اي ام اف ديورنج كوارتر سايكل وهاف سايكل وثلاث ارباع سايكل وفور سايكل. عايزين كده نكتب كل القانون بالالترناتيفز بتاعته. ممتاز. لو هنتكلم عنهم هنقول ان كل واحده منها ليها فوق الخمس قوانين. لا اما اقول فور نباف فور ان فاي اف فور نبات، وانا شايفهم حاجه واحده يعني كلهم بدائل، ما هي بنسميها الترناتيفز. لا اما اي ام اف ماكس على باي. استاذنك نحط ستار جنب اول واحد واخر واحد، كفايه دول، لان الاثنين اللي بعد كده بدائل للي فوق، بدائل ليهم. نقدر نجيب منهم الجزء اللي ناقصنا. فدايما اهم حاجه احفظوا الاولاني والاخير. طب اللي قصادهم بقى هيبقى نفس القانون بس فور على ثلاثه نباف او فور اوفر 3 نبات خلاص. او الاخيره يا مستر محمود 2 ماكس على 3 باي. تسلم يا مستر. وهنا ال 1 كومبليت سايكل ايكوال. وبعد اذنك حط دايره حوالين افريج. القوانين دي ما تطبقش الا لما يقول كلمه افريج تبقى ظاهره. تمام. نرجع معايا هنا اخر واحد يبقى ديك كده يا جماعه. ارجع ارجع يعني انت دلوقتي مش هنقدر نقول احنا قلنا ايه ده تاني. ارجع بقى كده للحلقات تقدر تتفرج عليها تاني على القناه بتاعت البرنامج. تقدر بقى تسمع. عايز ملخص قوانين ارجع للي احنا عملناه ده. ده كل ده ملخص القوانين. باقي لك بس قوانين في ذمتنا اللي هي قوانين الترانسفورمر. يلا نشوف كده قوانين الترانسفورمر. يلا يا مستر محمود اتفضل يا حبيبي. هو الترانسفورمر اساس شغله بيقوم على قانون واحد مع شويه افكار مختلفه فيه. ان احنا زي ما مستر مجدي قال لنا ان الافشنسي بتساوي باور سكندري على باور برايمري. ده المين رول اللي قدرنا نستندج منه الرولز كلها. وفك البي سكندري اللي هي في اس اي اس في بي اي بي تايمز 100. ادي واحد. البديل الثاني او في اس ان بي في بي ان اس 100. كفايه يا مستر محمود. بقى القانون الرئيسي بتاع واتس ذا ريليشن بتوين الفي والان والفي والاي في ترانسفورمر. خلي بالكم الترانسفورمر طبعا الفي دايركت مع مين يا حبايبي؟ الفي دايركت مع الان النمبر اوف تيرنز. فلو احنا قلنا في اس اوفر في بي ايكوال وات ها ان اس اوفر ان بي نكتبها يا مستر محمود. تمام. الفي اس اوفر في بي ايكوال ان اس اوفر ان بي ايكوال اي بي اوفر اي اس. وعايزين ننوه ان الفي اللي احنا بنستخدمها في الترانسفورمر هي الفي افكتيف. الفي افكتيف للاي سي كرنت. خلي بالكم من الحته دي. خلي بالكم من الحته دي لانه لو اداني الماكسيمم واشتغلت عليها ده غلط. ويكون مديني ماكسيمم وافكتيف في حاجه ده غلط. لازم تخلي كله واحد زي ما احنا بنوحد اليونت برضه وحد نفس الشيء. فلو انت بتعوض مثلا في قانون اوم في اي سي كرنت عندك في ماكسيمم وعندك اي افكتيف ما ينفعش تجمعهم. اما تخليهم كلهم ماكسيمم او تخليهم كلهم ايه؟ افكتيف وتشتغل. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. What happened? What happened for السؤال بيقول What happened for the induced EMF. مجمع لكم بعض طبعا فيها What happened كتير لكن هنا مجمع أهم أربعة من وجهة نظرنا كده. What happened for the induced EMF electromotive force in the dynamo coil when the coil is parallel to magnetic field lines. الفقرة الثانية for the self induction coefficient when its length is halved. 3 at the moment of closing the circuit through a coil. رقم 3 for the average induced EMF produced through a coil during a complete cycle and wash. نمسك واحده واحده كده. عندنا اربعه وات هابن. هنشوف كده الدنيا بتمشي ازاي. نمسك اول واحده معايا هنا. اتفضل يا مستر محمود.
بيتكلم اول سؤال عن الانديوز اي ام اف وان ذا كويل از فاوند بارلل تو ذا ماجنتيك فلكس. احنا عارفين اي ام اف بتساوي ماكس اي ام اف ماكس ساين سيتا، واحنا بنتكلم لما الكويل يبقى بارلل يبقى ساعتها بقول سيتا ايكوال 90. طب جت منين سيتا ايكوال 90؟ عشان احنا دايما بناخد الانجل اللي ما بين النورمال والماجنتيك فيلد، فبالتالي لو الكويل بارلل يبقى السيتا بكام؟ سيتا ب 90. يبقى ساعتها هنقول ان احنا when the coil is found parallel to the magnetic field اقدر اقول ان اي ام اف instantaneous equal maximum its value. يبقى امتى الاي ام اف تبقى maximum؟ لو الكويل بارلل. امتى تبقى بزيرو؟ لو الكويل بيربنديكولار، لان ما باخدش الزاويه اللي مع الكويل. تمام يا مستر مجدي، اول واحده. رقم اثنين، السيلف اندكشن كوفيشنت يحصل له ايه لو اللينس هارد؟ لازم اعرف الرولز. ال ايكوال بالميابيلتي زي ما مستر مجدي قال لنا مانز على ال سولونويد، فبالتالي ايه الريليشن ما بين السيلف اندكشن كوفيشنت واللينس؟ نقدر نقول ان هي انفيرسلي ريليشن. فلو ده انكريس السيلف اندكشن كوفيشنت ويل ديكريس، يعني لو ال حصل له هافد يبقى السيلف اندكشن كوفيشنت انكريس دبل. وبعدين معلش انا عايز اكد حاجه هنا بس، في بعض الاحيان بيبقى فيه يعني السؤال دوت انا قصدي ان انا احطه كده اللينس از هافد، عندي ممكن افكر فيه بطريقتين. لو اعتبرته اللينس بس هو اللي هافد يبقى كده السيلف اندكشن كوفيشنت هيحصل له دبل، ممكن افكر عليه بعمق اكتر. ما انا ممكن اعتبر اللينس لما يهافد ما هكون كده ممكن قطعت نص عدد التيرنس. السؤال ده جه من سنتين فعلا. من عارف ممكن اقطع نص عدد التيرنس، يبقى كده حصل حاجتين في وقت واحد. ما انا عملت هاف لللينس وهعمل هاف للنمبر اوف تيرنس، فلما اجي اعوض صح بقى ساعتها هعتبر النمبر اوف تيرنس حصل له هافد، فبقت هاف يبقى بقى فوق هاف باور 2، وتحت اللينس حصل له هاف، فبقت الدنيا كده ماشيه كام؟ يبقى هاف باور 2 بقى أوه. على هاف، وبعدين اعملها هتبقى عامله كام في النتيجه في النهايه يا مستر محمود؟ 1 اوفر 8. هتعمل 1 اوفر، لا هتعمل 1 اوفر 4. 1 اوفر 2 هتبقى هاف. 1 اوفر 2 هتبقى 1 اوفر 2، لان الهاف اللي فوق هتبقى تعمل 4 تحت ديفايدد 1 اوفر 2، ودي تطلع في 2 فوق هتبقى 2 على 4 1 اوفر، هتعمل معايا هاف. يعني بص الاجابه الاولى كنا قلنا دبل، والإجابة دلوقتي بقت إيه؟ هاف. فعلشان كده ساعات يبقى السؤال لو منقوص يخلي الطالب يفكر بطريقتين، لو حصل حاجة زي كده فكر أنت بالطريقتين. وهو ساعتها فاكر التصحيح اللي من عندنا وطمنه لما يعني بيبقى ساعات بتراعة في التصحيح. كده كفاية كده، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إن كده الحلقة الأولى انتهت، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني انتظرونا في الحلقة الثانية اللي إحنا مجمعين لكم فيها الأسئلة اللي فيها تفكير بقى. وهنكمل برضو الأسئلة اللي أنا كنت مجهزها لكم في تشابتر 3 في أول فترة. انتظرونا إن شاء الله بعد الفاصل، بس قبل طبعا ما أنهي أحب أشكر مستر محمود. أهلا وسهلا مستر أشكر محمود. أشكرك مستر مجدي، وأقول لحضرتك شكرا، ويا رب تكون حلقة فيها إفادة لأعزائي الطلاب. أولادنا الوقت ما شاء الله بيجري معاكم بسرعة، انتظرونا إن شاء الله بعد نص ساعة من دلوقتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.